مساء الخير متابعينا متابعي موقع بصراحة الإخباري، أهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد من الإسكندرية. يعني ما زلنا نتابع معكم الكارثة التي شهدتها منطقة كرموز بغرب الإسكندرية، وهي انهيار عقار وميل عقار آخر مكون من 9 طوابق. يعني زي ما حضراتكم شايفين الخسائر، واحنا موجودين معاكم، يعني نقدر نقول احنا موجودين من تحت الانقاض زي ما حضراتكم شايفين. احنا دلوقتي موجودين في جيم وهو تعرض للخسائر زي ما حضراتكم شايفين. الانقاض يعني الانقاض كسرت الحيطه بتاعه الجيم واصبح الجيم تحت الانقاض، يعني خسائر ماليه، ولكن الحمد لله ما فيش اي خسائر بشريه. طبعا نفكر حضراتكم بتعود الواقعة الى مساء يوم الخميس الماضي عندما تلقت الاجهزه الامنيه اخطارا تفيد بانهيار عقار وميل عقار اخر بمنطقه كرموز بغرب الاسكندريه. على فور انتقل اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخليه مدير امن الاسكندريه، واللواء خالد جمعه سكرتير عام محافظه الاسكندريه، والمهندس سحر شعبان رئيس حي غرب الاسكندريه، وكافة القيادات التنفيذية والأمنية. يمكن زي ما حضراتكم شايفين ده المشهد، مشهد يوضح كم الخسارة. هيكون معانا دلوقتي الكابتن محمد عادل وهو صاحب الجيم وهو شاهد عيان على انهيار وميل العقار بالاسكندرية. يعني بنرحب بيك يا كابتن وربنا يعوض عليك. الله المستعان ان شاء الله. احكي لنا اللي حصل. بالنسبة ليوم العقار لما وقع يعني والله كانت الساعة 8:30 28 دقيقة كده يوم الخميس مساء، فاحنا قاعدين هنا في الجيم كان في حوالي بتاع 12 13 متدرب، فالناس بتتمرن عادي وكل حاجة تمام. فواحدة واحدة سمعنا سرسبة من ورا الحيطة. الحيطة دي جامدة. تمام. فاحنا كده كده اوريدي يعني عارفين ان هو ممكن يقع في اي وقت، بس مش متخيلين ان هو ممكن يدخل علينا، لان هو كده كده كان بيوقع طوب في الشارع بره، قطع الطوب بتقع، حاجة بتقع. يعني الموضوع من قبل من قبل كده طبعا. فاهمني، والحي كان بيجي احنا سمعنا اللي هو من قبل كده من شهر او شهر ونص، صح؟ في نفس الرينج ده كده، بس فاحنا مش متخيلين اللي هو طبعا هيخش علينا. فسمعنا كده قلنا ممكن ما يبقاش فيه حاجه، فالناس كلها جينا رجعنا كده ورا شويه لقينا الجدار بينهار علينا بالاجهزه بالطارات كلها، اكن حاجه بتجري وراك. بس طلعت جريت الشباب كلها بره، طبعا الحته دي ممكن تجيبها كلهم يقفوا فوق بعض فوق بعض فوق بعض. عبال ما طلعوا بره طبعا 12 13 واحد طالعين من مكان صغير كله وقع فوق بعضه. بس لحد ما طلعناهم بره طبعا قعدوا ربع ساعه شبوره الدخان الابيض بسبب العقار، مش شايفين اي حاجه، مش عارفين في حد جوه ولا لا، مش عارفين ايه اللي حصل، لغايه ما الدخان ده راح ودخلنا لقينا الوضع زي ما انت شايفه كده. يعني زي ما حضراتكم شايفين يعني تقديريا كده الخسائر اللي عندك حوالي، بص حضرتك يعني اللاين الاجهزه ده كده حوالي مثلا 12 جهاز. دول عاملين 250 الف جنيه من 230 ل 250. انا بكلم حضرتك على الاجهزه بس، يعني خسائر بمئات الالاف. الاجهزه غير طبعا المراوح اللي على الحيطان والمرايات يعني الله المستعان. والله الله المستعان. السبب الانهيار اتعرف لحد دلوقتي او العماره كانت لا يا فندم العماره كانت قديمه خالص وجالها قرار هدم. لا انا بتكلم على العماره المايله. المايله؟ العماره المايله. والله الامر المائي دي بقى لها سنتين مايله. بقى لها سنتين مايله. تمام. فطبعا السبب هنا تنقيب على اثار والحاجات كده، و في احتماليه يكون في تنقيب. طبعا في احتماليه، انت عارف هنا منطقه شعبيه ومنطقه فرعونيه قديمه. فاكيد يعني، والعماره دي بقى لها سنتين مايله. العماره بقى لها سنتين. بقى لها سنتين مايله بالمره. برضو احنا اتاكدنا عشان جه في الاخر الميل بقى يزيد اكتر اكتر، يعني كل شهر تلاقي اكتر 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 لحد ما وصلت للمنظر ده. الحمد لله ما فيش اي خسائر في الارواح، ما فيش اصابات او لا، ما فيش في الجيم هنا مثلا الناس يعني كلها كدمات، اللي وقع فوق واحد دماغه اتخبطت، اللي واحد رجله يعني حاجات كلها في القدر المستطاع. لا في الارواح لا، خسائر ماديه وربنا في الارواح لا، الحمد لله. والله الحمد لله الحمد لله. طب طمنا بقى على محيط العقار. والله محيط العقار الشرطه جت اخلت البيوت اللي حوالين العقار كلها. طبعا ليه 11 بيت حوالين العقار من الشارع اللي ورا ومن شارع العقار، طبعا خايفين عليهم هم الناس. الناس بتعترض، بس الناس مش فاهمه بتعترض ليه، هم خايفين عليهم ان البيت ده لو وقع يعمل كارثه. تخيل انت طابق 9 ادوار ده لو وقع يعمل ايه، يعني مايل كمان.
بس فالناس لما فهموا الموضوع ساعدوا الشرطة بصراحة ونزلوا من البيوت وراحوا قعدوا زي ما قعدوهم في المدرسة أو قاعدين في مدرسة الإخلاص قاعدين في مدرسة الإخلاص قعدوهم بس وديك شايف هو بيهدوا لسه في العقار النايل دوت ويبقى الوضع على ما هو عليه ربنا يعوض عليك حد تقول أي حاجة في والله أنا مش أنا في مشكلة أنا عملت محضر طبعا يوم الواقعة بس أنا مش عارف أنا أعمل إيه يعني أنا برضك أنا واحد الأجهزة دي كلها تمام انا جايبها بالقسط ومودي شيكات ومودي وصوله والمكان ده مأجر ومستأجر يعني هاخد حاجتي ومش حتى حاجتي اللي هاخدها مش هعرف اخدها حاجتي يعني انت ممكن تصور الحاجه اللي تحت الانكود فانا هاخد الحاجه دي ازاي هاخد الحاجه دي ازاي وطبعا اي حد بيبقى اللي عايز فلوسه هو ملوش علاقه انت حصل لك كارثه طب انا ماليش دعوه ربنا يعوض عليك يعني هنا متابعين موقع بصراحة الإجباري زي ما حضراتكم شايفين متابعين معانا يمكن احنا دلوقتي من داخل الجيم يعني بنكلمكم من تحت الأنقاض زي ما حضراتكم شايفين خسائر مادية ولكن يعني الحمد لله مفيش خسائر في الأرواح مبالغ كبيرة يعني خسرها صاحب الجيم يمكن احنا موجودين معاكم دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم من تحت الأنقاض حقيقة يعني هنطلع لحضراتكم بره كده عشان تشوفوا الصورة أوضح شوية يمكن ده العقار المائل واللي جنبه ده العقار المنهار يعني كارثة كما أطلق عليها صفحات التواصل الاجتماعي زي ما حضراتكم شايفين الأنقاض البيت المنهار بجوار العقار المائل زي ما قلت لحضراتكم اللي تعود تفاصيل الواقعة الى مساء يوم الخميس الماضي عندما تلقى اللواء خالد البروي مدير امن الاسكندرية بلاغ يفيد بميل عقار وانهيار اخر في منطقة كرموز بالتحديد في شارع المندرة او شارع مندرة على فور انتقل الى مكان الحادث وبصحبته كافة الاجهزة المعنية وقوات الحماية المدنية ورجال الاسعاف ويتم الان يعني هدم العقار المائل كما اتخذ حي غرب والادارة الهندسية بتوصية من كلية هندسة جامعة الاسكندرية قرارا باخلاء 11 عقار مجاور للعقار المائل حفاظا على سلامة المواطنين متابعينا متابعي موقع بصراحة الإجباري هنستمر معاكم في متابعة هذا الحادث يعني كما أطلق عليه رواد السوشيال ميديا كارثة كرموز بشكركم على تشيب حسن طبعا كنت معكم من الأسكندرية صابر مصري إلى أن نلقاكم في بث مباشر جديد تقبلوا تحياتي دمتم في سلام وفي أمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.